مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. عدد جديد من فكره سامي فهري. شكر خاص للجمهور الحاضر معنا هذا المساء. شكر كبير للفرقه الموسيقيه، فرقه مزيكا، خيره العازفين التوانسه موجودين معنا في سهره الليله. ان شاء الله يا ربي تكون سهره رائقه للجميع. ضيوفنا الليله باش يكون الشاعر القدير والكبير منصف المزغني، الفنان التونسي جينا لاول مره انيس الدزيري، باش يجي بحضنا نوردو، وباش نستقبلوا الاعلاميه بيا الزردي. مشاهده طيبه للجميع. مستني، هلو ستني، حكاية حمرا حمرا، كي سمعتها قلت يا خي احنا وين؟ في غابة والذيوبة تعوي؟ تخيلتها تمشي في شارع ضاوي، تتبسم، تتفكر في صحبيتها، وتتلذذ بحياتها، وتغزر لثنيتها، وتبني في حلمتها. ذيب، ذيب مكبوت يعيش بالنهبة بالسرقة بالخطفة، الحاكم يلوج عليه، حلل عليه الكتاب، وهو كجربوع من حيط الحيط، من شجرة لشجرة يتخبى بلا شفقة ولا رحمة، يرعب ويكذب ويرهب. حمراء حمراء سبية صافية باللارة ضاوية، تحب الدنيا والفرحة، بيتها فيها بارشة لوين، وتحب النور وعاشقة لحياتها، متمتعة بتخميمها بفكرتها بنظرتها، وبرسم كحولها في عينيها. اقف غادي، وين ماشي؟ ماكش خايفة من ذيب كيفي؟ ها؟ عينيه حمر جمر، تتكلم ولا تصيح، نكشر على نيابي ونغرس مخالبي. أمانك سامحني، راني كنت نخدم ومروحة لدارنا، سيبني نمشي لأمي ولأخواتي ومماتي، شنو تحب؟ تحب فلوسي؟ خوذ، منين تعرفني باش تهددني؟ المهم خليني نكمل ثنيتي لدارنا وصغاري. قلت نونسك نتعرف عليك وتتعرف عليا. أنا ما ريتكش وما نعرفكش ولا عمري ريتك. ما يهمنيش فيك، هات اش عندك توا ولا ندغر ونقطع. شد هاو تليفوني، المهم ما تضربنيش، يعيشك امان. تليفونك ما يكفينيش. بيت تاخو فلوسي، تاخو ساكي، تاخو كل ما عندي، المهم ما تدغرنيش وما تغدرنيش. لا 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 لا، هذا الكل ما يكفينيش، حاجتي بك انت. ايش حالك؟ سيبني سيبني، ما عندك وين باش تهزني، خذ اللي تحب عليه، خذ فرحتي، خذ موكلتي، خذ فرتي، خذ خدمة حياتي، المهم سيبني. ما يهمنيش فيك، ذيب كي يشوف حمراء حمراء يتحول يغماق، يولي يحب يذبح. في ليلة وانا مروحة، شدني بالسيف بالعنف، كمم لفويه، حصرني على الشجرة، وبدا يذبح ويدغر ويوجع. في ليل ولا نهار نمشي محترمة على روحي، مطبسة راسي، يخطفني وبالسكينة يذبح. بدنها مطيش كالشليقة قدامي، نطيشها ونكمل حياتي، بين حاكم محاكم، عايش على سرير، ناكل في الصبة ونتنفس عايش. هي بين حياة وموت، شليقة مسرقة بين نياب ومخالب، وروحها في سماه. ولا عايشة تناضل على حقها، صوتها ضايع مكتوم بين أصوات الساسة مغموم. اليوم كنت أنا، غدوة تنجم تكون أنت، وأنت وأنت نجم تكون أمك وأمي، نجم تكون أختك وأختي، نجم تكون خالتك وعمتك وبنتك، وتنجم تكون اسمها رحمة. شدها بلا رحمة وخليها جثة لحمة.
كلمة ستوب ما تكفيش، للعنف والاغتصاب ما تمحيش. يلزمنا نشوفوا حل، والحل في المواجهة بالعقل. زعما كنحلوا نقاش، يفسرونا هالحكاية اللي صارت عليش. كرهبة جي كرهبتنا دونك فانغ اس 50 على ذمتكم، كرهبة سومها 49 مليون و900. تنجموا تربحوها انتم اللي تفرجوا فينا توا، ساهل برشا. خذ تليفونك ابعث حرف ا على الرقم 85 810، ا على الرقم 85 810. حظ سعيد للجميع. نتابعوها كل ليلة خميس في جودي 2 مع الزميل امين نقاره. سعيد جدا باستقبال بيا الزردي. نورت. عايشك منورة بوجودكم الناس كل، أهلا وسهلا بيكم. محليك في جديتو؟ حاليا ماك عايش. لما بالنسبة لك أنت جديدة ولا تعودت؟ جست بعض الوجوه تبدلت؟ بعض الوجوه تبدلت كهو فتو، سينو أنا متعودة مستنسين ببعضنا، خدمنا مع بعضنا في رمضان وكانت تجربة مزيانة، متفاهمين. أمين كيف كيف معني، خدمت معه مريحة جدا الخدمة مع أمين. سبا تجربة الكرونيكور بالنسبة لك أنت هي أقصى طموحك حاليا في التلفزة ولا ليه؟ ليه 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 ما فماش أقصى. شوف معناتها كل ما نوصلوا للحاجة نحبوا على ما أحسن نتطوروا ونقدموا، أما ربما أنا طموحي بعيد على التلفزة، نطمح الأعمال أخرى، نطمح إني نكون موجودة في أعمال مسرحية، في أعمال درامية، في سيت كوم. تقدم برنامج وحدك؟ مش سهل باش تقدم برنامج وحدك. قدمت في الظروف هذه؟ إيه قدمت برشا بيان سور، أما توا مش سهل معناها، وأنا الحقيقة نحب نخوض تجارب أخرى. بيا باش نعملوا مع بعضنا لعبة. شنو تاخذ شنو تعطي؟ باش تاخذ المجموعة اللي معاك، ومن خلال الفقرة هذه باش نتعرف على طبيعة العلاقة اللي تنجم تجمعك بالناس اللي تقاسموا معاك نفس الطاوله. شو تاخذ شو تعطي؟ بيا زردي. الصوره الاولى امينه ستا. امينه ستا شو تاخذ من عندها وشو تعطي؟ بروده الدم معناتها كالموس ياسر، كالم تخي كالم. أمينة تظهر شخصية مثقفة، شخصية رزينة. أنت صليت تظهر مش لا لا استنى، أنت باش تبدا تصليلة اللسان معايا. لا مش تظهر هي بالحق معناها، أما باش ندخل الثقافة في صليلة اللسان، برشا مثقفين يتكلموا صليلة اللسان. لا رزينة معناتها شو ما معنى صليلة اللسان؟ قلت معناها رزينة. يتكلم معناها يجاوب معناها ما يسكتش، يعبر. معناتها عنيفة في أجوبتك؟ ليه عنيفة؟ ما تعرفش تشد العصا من الوسط، ما عندكش دبلوماسية، تقول كلمتك. امرأة دبابة معناتها تا 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 وما يهمكش. لا لا نقول كلمتي وما يهمنيش. وما يهمكش. ما تتوجعش بكمية الحقد الإلكتروني اللي نجم يجي؟ لا لا بدليل أني أنا مثلا في الباج متاعي ما نحيش لي كومنتير مثلا، نخلي العباد تعبر كما تحب، وهاك تشوف معناها. راني نهبط انا في تصاوري على الكونت انستغرام تاعي، معناها بصراحه قليل برشا وين يقولوا لي كلام. اسمعني انا ما تحكيليش على لي زوتر باج، خاطر هذوك لوبيات وناس ماجوره معناتها يدخلوا على دي باج كيما باج الحوار ولا دوتر باج باش يسبوا. هاو الباج نتاعي باغ اكزومبل، شوف انت رده فعل العباد. خاطرك انت تبلوكي. انا نشوف لا لا انا نشوف الناس في الشارع، انا نشوف الناس في الشارع، انا نشوف رده فعل الناس في الشارع ورايها في الشارع.
فوالا هذاك هو المقياس. ما عنيفة بينتي ليه وقتاش مثلا؟ فأنا ردة فعل كنت عنيف، يظهر لي كانوا أكثر عنف مني ألف مرة. أنا مرات تعطيت رأيي بكل احترام، ردة الفعل كانت عنيفة جدا، وما قلت لهمش الكلام اللي قاعد تقولي فيه لي أنا. لأنا عنيفة مع اللي يحب يأثر على على الرأي العام، ويحب يعطي عليا صورة مخالفة على صورتي الحقيقية، نولي عنيفة. شنو تحب تعطي الأمينة استا من عندك أنت؟ ربما شوية جرأة، أكثر جرأة. نقصتها جرأة أمينة؟ أي الصورة الموالية ميجا. ميجا ميجا ناخو من عنده ناخذ برشا ضمار، برشا ضمار، برشا ضمار. إيش تعطيه؟ نعطيه العقل. نقص عقل شوية نقص. لا ما سي أن بيبي، سي أن بيبي. كيما تجي تقول بيبي تقول ويا تو باش تكبر تعمل عقلك، هكاك ميجا تتكبر تعمل عقلك. زيد شنو ناخذ زيد؟ ناخذ لك القفه نقطعها تروف تروف ونحرقها. اني قفه؟ القفه اللي مثقل بها روح. اش تعطي؟ نعطي برشا، نعطي شويه صدق من عندي. ناقصه صدق؟ الحقيقه اي. إيه مازال صغير قاعد يتعلم تو تجارب والدنيا. الصدق ما عنده حتى علاقة بالعمر بيا. اي هي بالحق اما شوف مو نتعلموا في الدنيا، فما ناس وين تبدا باخطاء ومن بعد الزمان والوقت يبدلهم وين كان ماهوش صادق زياد؟ زياد مازال صغير، وين يميح الريح يميح معاه كهو، وين مصلحته وين هو وين واحد وين هو، نفهم ونتفاهموا اما الدنيا تتبدل. متعاركين انتم؟ لا فاجتو، وانا الكلام هذا نقوله له وكيعني باش ننقدو انه ننقدو عادي جدا حتى في البلاتو. لا 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 عادي عادي. علاش تروح الصوره بينك وما بينه كانوا فما عداء؟ ما فماش، كانوا فما وحلك على الكلمه وانت هو يتكلم ووجهك النظرات والملامح والتقاسيم تاع وجهك كل تتبدل. ليلي كيما الأم على ولدها، كي تعرف عنده حاجات اللي تجم تضره والضر اللي دارين به، كيف كيف معناها أنا هكاك مع زيد، معناتها كأنه ولدي وأنا ولدي فيه دي ديفو اللي قلقوني وباش يقلقوه هو لو كان يواصل هكاك. أما ضربته برشا كي تقول ناقص الصدق؟ لا لا ما ضربته برشا. لا 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 وتقولها له قدام الناس هكا؟ عطيتها له قوي. انا ما نقول، انا نقول قدام الناس، انا ما نقولش في الكواليس وفي الظهر وفي القفام. بينك وبينه شو انا هذيك مشكلتي، هذيك الفرق بيني وبرشا ناس اخرين، اللي انا كي نقول في الوجه. الصوره المواليه نايمه الجني. ناخذ تلقائيتها، تلقائيه برشا نايم. اكثر منك تلقائيه؟ لا مش اكثر، اما هي اكثر من لازم. انا بعد ساعات تلقائيتي اتودي، معناها انا معناتها انت جو سوي سبونتاني، اما اي مضطر. معناتها انت تولي ماكش صادقه؟ لا لا صادقه برشا. تولي ماكش صادقه؟ لا لا لا. اذا كان تحسب تلقائيتك ما عادش تولي تلقائيه، انت قلت لي جمله متناقضه. انا نحسب تلقائيتي، تلقائيه ما تتحسبش. صدق شيء والتلقائيه شيء اخر، ما عندوش تلقائيه ما تتحسبش بيا. لا بروف انت قلت لي ساليتت اللسان، ولذا انا لو كان جيت ما نحسبش شويه راني ممكن راك قلت هذه ان فيبيغ، اما انا لا. اذا كان جيت ما فيكش من الافعى؟ لا لا لطف عليا ما فيكش؟ لا لا مش انت اللي تقولي هكايا. قلت لك سالت. لا لا ما فيكش من الافعى؟ لا اسالوا الناس اللي تعرف. انا ندافع على روحي وندافع على العباد بشراسه. شنو تعطي النعيمه؟ نعطي النعيمه اكثر تركيز. اكثر تركيز؟ اي تركز أكثر. وين حسيت نعيمة مش مركزة؟ بعد ساعات نعيمة تحسبها برش وتخاف ياسر من ردة فعل العباد، ياسر تخاف. نعيمة تخاف للناس مثلا تعطي رايها يقولوا هكا، يعطي رايها تخاف
باهي ما نعرفش انا مانيش فاهمك. نعيمه قلت لك اشتاخوا من عندها قلت تلقائيه ومن بعد تقول لي تحسبها. ليه 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 تلقائيتها في التعامل مع المحيطين بها اللي تري سبونتاني وعاد ومراه معناتها على طبيعتها كي تشعل الكاميرات تبدا اي قدام الكاميرات نحسها تخاف شوي وهذه راهو من حقها تنجمش تلومها عليه تنجمش تلوم. كيف سالتك في مزعيك على انضمامك الجديد تو نعم. هل كان تعويض لهاجر دريس؟ اي علاش تجنبت انك تقول نعم صراحه انا جيت معوضه لهاجر دريس؟ على خاطر مش هاجر دريس كان تكهو في البرنامج كانت كانوا زوز قبلها اما في الصيغه الاخيره كان كرسي هاجر هو الشاغر. ما نعرفش حسيلو ما حبيتش ندخل في البوليميك. شفت كل واحد يتجنب المشاكل المشاكل زاد دخلت عليه. هاجر عملت بوست طويل عريض اي وعبرت على استيائها منك انت وقالت في البوست هذايا برشا كلام فيما معناه. اول حاجه هل قالت لك حظ سعيد وتمنت لك التوفيق؟ اي هي تمنت التوفيق للليكيب لا لا ليك انت ليك انت لا لا انا شخصيا لا 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 رساله لا تليفون لا 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 لا, لا. خاطر هي بيا قلت لها حظا سعيدا حطت ستوري للليكيب الكل وقالت جود لاك لتوت ليكيب من بعد وانا باتيا وانا مانيش معناتها صحاب على الانستغرام ريت ستوري نتاعها دخلت للكونت نتاعها وشكرتها وقلت لها يعيشك ميرسي يا جورا وكهو ماني ما من بعد تجيبيا تقول في موزايك انا ما شديت بلاصه حد يا اخي بلاصه شكون هذه بكل تجاهل يا اخي ما تعرفنيش. والله انا حاولت ما تنكون دبلوماسيه حاولت نبعد على الحديث بموضوع شكون خذيت بلاصته وبلاصه شكون والتجريح ونجرح ولا ماكش تحس مني ولا تتقلق مني يا اخي هي هي معناتها هي هي ورايا ورايا ماني. قولوا لمين علاش نحى هاجر وخلاني انا جرحتها الجمله هذه لما قلت لي انت برا واسالوا لمين علاش قلت لي انت علاش قلت لك انا اسال يمين انا ما علاش نحاها ما عنديش هي كلمة علاش نحاها هي اللي قلقتها. انت خذيت بلاست معناتها فلان نحى فلان وجبك انت قلت لك انا اسال امين خاطر والله صدقوني صدقوني اللي انا ما سالتش امين واسالوه ولا نعرف علاش ولا كيفاش. والله باهته في اعجاب ربي تعتبر انه ما صدر منك اعجاب ربي. هي ما صدر على ليكيب الكل قالت لك ليكيب ما جبدونيش وحتى حد ما حكى على هجر ادريس ربما نعطيها الحق لان اقل شيء مع تحيه لاختنا وزميلتنا هجر ادريس اللي رافقتنا موسم كامل هنا عندها الحق بالحق بالحق معناها اي عندها الحق كانوا تفكروها معناتها في العوده اي سي فغي عندها الحق اما انا معناتها راني يا هجر راني والله ما قصدت حتى شيء. باهي بيا فما نقاط ما تحبش تضوي عليهم في حياتك في لا 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 ما شايف واضح دونك الفقره هذه ما تعبكش برشا فقره الباباراتزي. اي بيا دونك دونك احنا ما تفهمنيش على الباباراتزي ما قلتليش باباراتزي ما قلتلكش على خاطر بيا على خاطر انا متفاهمنا من المره الاخرى انا باباراتزي لا لا بيا لا لا احنا تفهمنا المرة اللي فاتت في رمضان وقتها انت ما حبيتش انه الباباراتزي يطلع معاك قلت الحلقة الجاية في اول ظهور معايا مش يطلع الباباراتزي. اي قلت له كنش وجهه مكشوف. لا لا مش وجهه مكشوف قلنا يطلع كما هو. احنا توا خلينا نحكيو بروفيسيونيل معناتها انت وقت اللي قلت لي على قلت لك الفقرات فقرات ما قلتليش باباراتزي موجود بيّم المفروض انت تعرف انه عندنا الباباراتزي. اي اما انا ما نحبش الباباراتزي وانت مش معايا انا في بليش اللي معايا انا انت تعرف لي انا هذاك المستحيل ما نتعداش معاه. انت تعدى معايا انا مش معاه هو. اي معك انت وهو مش موجود معايا. يا اخي نحن تفهمنا انت شو الوعد اللي وعدته للناس انا وعدت بوجهه مكشوف لا 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 ما نحكيش مع واحد وجهه اون بلوس هذاك سيد انا ما يعجبنيش ما يتعداش معايا ما نحبش ما نحبوش يحكي معايا بيا ماهوش بالضروره نحن نتعاملوا مع الناس اللي يعجبونا بالضروره. لا بالضروره انا ما نتعامل كامل على العباد اللي يعجبوني. قل لي صليطة اللسان زيدا والله واحد يطلب حقه ويقول كلمة حقي ولا صليطة اللسان. انت درت في الكلام بيا. لا ما درتش. انت محتالة بيا.
لانك انت وعدت الناس. لا ما وعدتش. وعدت الناس في رمضان. بي انا وعدت الناس وبدلت رايي، انا حره. أو الحكم عند الجمهور، نقبلوا الباباراتي. مرحبا باباراتي. بالحق بربي. لا لا. يسلم عليك بايا. لا ما نسلمش عليهم، ما نحبش نشوفوا هنا. ما دام الجمهور يحب. ما حلوش. أنا على ذمة الجمهور يا بايا. شوف السينما أنت على ذمة الجمهور. خليك عند وعدك يا بايا. أنا عند وعدي اللي أنا ما نحبكش وما نحبش نتعدى معاك. وأنا نحبك ونحب نتعدى معاك. وأنا الحقيقة ما نحبش أمثالك يحبوني. أنا نحبك وباش نسألك حتى لو كان أنت ما تحبش. بيا، الاثنين اللي فات مع 8 متاع الصباح كرهبتك وقفت قدام كلينيك وهبطت منها أنت وشخص اللي تونس الكل تعرفه أما ما شافوهوش وما يعرفوش تصويرته. تونس الكل تعرفه؟ بطبيعة. شكون شكون بصراحة شكون؟ استنى قالوا شكون؟ ساعة قبل ما نعرفوا شكون، اش دخلت تعمل في الكلينيك 8 متاع الصباح بيا؟ دخلت نداوي على الروماتيزم. عندي روماتيزم في الكيبي. بيا مازلت صغيرة على الروماتيزم. لا لا سيي سيي. والشخص اللي معاك يشد فيك؟ فوالا. اتكى عليك. باباراتي شكون الشخص اللي معاها؟ انا عندي الحقيقه هادي مش تصويره، عندي برشا تصاور متاع بيا مع الشخص اللي تونس الكل تحب تعرفه في الملف هذايا. استنى استنى عاد. اي عاد في الملف هذايا برشا تصاور. شو هذي حياتي الخاصه؟ انا ما نسمح لكش ان شاء الله حتى واحد من اخواتي. انت ملك الجمهور يا بيا. لا لا ما لا ملك الجمهور في حدود معقوله. حياتي الخاصة ليا أنا وحدي، وأنت ما عندكش الحق، وتهزك اللونفلوب متاعك وتتسجد من قدامنا تاو، من فضلك. علاش أنت تحكم بيا؟ بيا، هو عنده ملف، صح، أنت صاحبة ملف؟ ملفات كنت حب، ما يسالش ما يقلقنيش، شنو المشكل؟ الملف شنو فيه باباراتي؟ المهم شنو في الملف؟ شو باللي باش يكون هو شنو؟ مش من حقك. بيا أنا نعرفك، أنا نعرفك تاخو بالخاطر. لا 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 يا حسن ما عادش. وأنا باش ناخو إذنك باش نوري تصاور للشخص اللي تونس الكل تحب تعرفه ومن عام ناولو هما يسألوا شكونه ويحبوا يشوفوه. خليني نوريهم بالتصويرة بالتصويرة. مش من حقك ولا من حقي أنا نوريه وتصور الناس من غير ما نشاوروهم. أنا شاورتك أنت وأنت موجودة في التصاور. انت شاورتني؟ مستحيل. توا اني شاورتك. انت شفت علاش خطرو 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 يراوغ يكذب كل الاساليب ممكن عنده هو باش يجيب معلومات على حياته. هو عنده عليك، هو عنده عليك ملفات. حتى انا عندي عليه ملفات. انت ما تعرفنيش اصلا. لا نعرفك، نعرف كل شيء، كل شيء نعرف. باباراتي وراها. باباراتي نعرفه. متضاربة في أقوالها. قلت لك أنا نعرفك عارف. أنت متضاربة. وعندي ملفات. أنت تقول ما نحكي إلا ما ينحي القناع، وتوا تقول تعرفني. استنى استنى، القناع. عندك الملفات؟ عندي ملفات. ملف بملف؟ ملف بملف. مستعدة تتحداني ملف بملف؟ مستعدة نتحداك ملف بملف، أما باش نقول لك حاجة، إلا صور عائلتي والناس اللي انا نعرفهم اللي هما ما يحبوش يتعداو في التلافز. رجعت في كلامك؟ رجعت في كلامي. ماكش مراه قويه. انا اقوى منك الف مليون مره، هذاك انا توا مانيش باش نجاوبك وباش تمشي بخفي حنين وتشوف غيري. نجمش تقولنا على الاقل علاش مشيت للكلينيك؟ ماني قلت لك. روماتيزم على شوية وجاعة في الظهر على بتاع كبر وكهو مرض بتاع كبر ميسالش. كل ما تتكلم تقول الكذب، علاش حياتك الكل كذب؟
استنى استنى، لو كلامها ما هو صادق، انت عندك الحقيقه. بيا هادي، لحظه. شوف شوف انت تنجم تجيبهولي قدامي؟ نهزك ليه؟ هزني ليه؟ تشوف شنو عمل لونا تا بالحق تحبو يمشي؟ إنا بلو شوى يزمو يمشي هو راه معايا أنا مش بش يوصل. خلي يكمل لنا المعلومة الثانية، الخبر الثاني، الثالث، الرابع. خبر؟ أنا خبر، قم أخرج راوح. أنا على الأقل حتى كان ما جاوبنيش كشفت العبيد الصورة الصحيحة متاع بيا الزردي، اللي هي في بلاتوات أخرين تظهر قوية وكلمتها على لسانها وما تخاف من حتى واحد، أما قدام الباباراتزي لهي قوية وتخاف. أنا ما نخافش على روحي على قد ما نخاف على اللي نحبه. أنتي حبيت برشا. لحظة باباراتزي. بيا وترك. واترك أيه. يكمل ولا يمشي؟ يمشي بيان سور. باباراتي عملها باي باي. هذه باي باي للجمهور هادي. لأنه بيا ما كانتش عند وعدها للمرة الأولى ولا المرة الثانية. ثالثة ثابتة. ثالثة ثابتة. طول عمره مش باش يفرح بينا هذا. وشوف راني قصيت عليهم عزة فيك راه. باش يحبوا العبد الضعاف. خاصة المرأة. حبوها ضيفة. بيا أي إنسان يحب يعمل عليك بحث سهل برشا، فما ويكيبيديا. الويكيبيديا تعطينا معلومات على الشخص هدايا. للأسف الويكيبيديا أحياناً تضم معطيات صحيحة كما تضم معطيات غالطة. مهمتنا في الفقرة هذه باش نصلحوا الويكيبيديا الخاصة بيك. الانترفيو عنوانه بيا الزردي ويكيبيديا. ويكيبيديا تقول إنك مولودة نهار 3 أوت 1965. ايه يعني سنك يجي 55 سنة. داكور. ايه هل هذا التاريخ صحيح ولا لا؟ لا. وين المشكلة اللي تصير لك وقت اللي انت تخبي تاريخ ميلادك؟ وانا مخبية، انا مش مخبية تاريخ ميلادك. انت ترفض انك تعطي تاريخ ميلادك؟ لا مش صحيح وقتها. شكون سألني؟ أنا. وقتي. تو. 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 إيه أما أنت تحكي على. أنت. قبل. اليوم. أنت تحكي على قبل تو. قلت نرفض باش نعطي تاريخ ميلادي. أنت تحكي على قبل تو. قبل تو شكون سألني سؤال صريح. به هاني نسألك أنا سؤال صريح. لا سألني حد ما سألني حد. به هاني باش نسألك أنا. مرة في برنامج وفي البلاتو هذية وكانت في شكل لعبة. فدلك كما غكشي فدلك، قلنا رايت فدليك. من وقتها الناس قالوا ما تحبش تقول عمرها، قعدت هكيكا لحكي. أما كل مرة كنت نعطي ديزانديس نقرب نقول أنا العمر فلاني عمري وقتها هكا، وقتها تزوجت أي شنو ما أنت يزم نعمل لكم ديسان. أنا نحكي مع ناس ذكيين، ما أنت كي تقربوا لدات اللي عطيتهم تتعرفوا. أما السؤال صريح. السؤال واضح صريح. واضح وصريح. به. حتى حد ما سألني. به. بس نكون أنا قاعدة. اسمه حقا يا جماعة، أنا مش أنا عمري هكا. كل واحد يعطيني 65، واحد يعطيني 70، واحد 75، كل واحد يغني خليتهم. اليوم مستعدة تعطي للتوانسة تاريخ ميلادك وعمرك؟ اي اسالني تنقول لك. شكون اسالني وما قلتلوش؟ قديش عمرك؟ انا من مواليد 3 اوت 1964. منقصتوا لي عام بارك الله فيكم املاء. 56 سنه يا عمي الحمد لله. ما شاء الله. 56 سنة. الحمد لله. معناتها محافظة على جمالك رشاقتك. مش أنا. نجي نشوف مش أنت برك، معناتها جينيفر لوبيز فوق الخمسين، مادونا فوق الخمسين. فوق 60 برشا، مادونا عاد 64. هيفا وهبي، ما نحكيوش على سميرة سعيد، ما نحكيوش على راغب علامة. ما نحكيوش وربي يزيدهم
وربي يعطيهم الصحة والعافية ويطول في أعمارهم، وأنا كي نشوف نقول محليهم، واللي نشوفها لباس نقول صحة ليها، واللي نشوفها مزيانة نقول ربي يزيدها وربي يكمل عليها. وذاك هو ذاك أهم حاجة، الصحة والعافية والقبول، ربي يعطينا القبول ويحبب الناس فينا، هو أهم شيء. بيا إنه البعض يختزلك يحب حتى ينكت بيا زردي الكبيرة في العمر، ما يسالش أنت تاخذها ديما فضلك، ديما فضلك، ديما تاخذها فضلك. بيا زردي خلطت على عهد الرومان وخلطت على البيات وخلطت عليهم الكل، حتى الواري بنو خلط عليه. أنت من داخل بيا ما تتوجعش؟ ما تعتبروش نوع من أنواع التنمر، شكل من أشكال التنمر اللي يوجعك؟ هما جوستومون هما دون لو بوت باش يوجعوني، أما بيان سور ما يوجعونيش. صحيح أنا عمري ونعتز بيه والحمد لله يا رب، يعني لا 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 بالعكس بالعكس، إذا حكوني نقول قديش عقلهم صغير. ما أنت بقمة التفاهة إنك تجي لأي باش، خاصة المرأة، معناتها هما سورتو بيان سور هي المرأة هي المستهدفة ديما، المرأة هي المستهدفة في شكلها، في لبستها، في عمرها، في 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 كل امراه. ما انت ما يجوش للراجل وشدوه يقولوا يا لي كبير ولا يا لي عمرك هكا ولا لا لا لا، الراجل ديما المراه. ولذا بالعكس ما يقلقنيش بالكل بالكل. لو عندك آلة الزمن وتحب توقف الزمن في سن معين، شو حسب رايك السن المثالي اللي تحب تقف فيه بيا زردي؟ ما خممش فيه وما شوف، انا عشت سني والحمد لله يا ربي، معناها ان ال 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 الاضواء، الشهره، جيتي سوليسيتي دي لو ديبي، نجحت من اول ما ظهرت في التلفزه، الحمد لله تزوجت، ريت عائلتي تكبر ونكبروا مع بعضنا، ريت ولادنا تبارك الله يكبروا. وين باش نرجع؟ وين باش نرجع؟ معناتها باش نرجع هذا الكل ما نعيشوش؟ إذا كان أنا مثلا نتمنى حاجة في الدنيا، وقتاش وين نرجع؟ ربما نرجع الوقت اللي خويا مازال حي أكها. الله يرحمه. للعمر هذاك نقول مصب للعمر هذاك أكها. أما اللي بعد لي اللي بعد. بيا بديت التلفزة عام 1983 بالتغطية اليومية لأيام قرطاج السينمائية. صحيحة المعلومة هذه؟ أي صحيح. صحيحة. بالنسبة لك أنت دخلت التلفزة عام 83. 83 أي. عرست من سليم دمق الملحن القدير سليم دمق عام 1989. المحل والمطرب القدير. والمطرب القدير. أي. وصار طلاق عام 2002. وقتاش عرست حتى في 89. 89 لا 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 ها 91. عرست 91 وطلقت 2002. اي نعم. باهي. جزء اسباب. ويكيبيديا قالت السبب الاولاني ينجم يكون العقم، ما جبتوش صغار، او غياب الطموح بالنسبه لزوجها سليم دمق. ساعه اول شيء وقت اللي خذيتها سليم فماش العقم، راه ما كانش فما لا عقم ولا حاجه من اللي تحكي فيه. من بعد صارت يعني بعد جاتني شوية مشاكل صحية، أما في الأول كان ما فماش هذي، مش مطروحة الحكاية هذي. لكن أنت ما جبتش صغار؟ إي ما جبتش صغار، مش خاطر العقم. مالها؟ ومش هذا السبب، لا لا. مش هذا السبب؟ السبب الثاني ممكن. غياب الطموح بالنسبة لزوجها سليم دمق؟ غياب الطموح بالنسبة. شو معناتها غياب الطموح؟ سليم ما كانش طموح برشا. الساحة الفنية بمشاكلها أثرت عليه، ما عادش يحب يغني، ما عادش يحب يلحن، بعدها ويعرفوا الأولاد الكل. مهمتك أنت زوجته أنك؟ لا جوستومون أنا مهمتي قمت بها وعلى أحسن ما يرام، والتاريخ يشهد على هذا، والناس الكل والفنانين والموسيقيين والعبد الكل تشهد على هذا، والفنانين اللي كانوا يجوني لداري ويعرفوا نجاحاته الكل. سليم من بدايته لاخر لحظه انا معاه، معناتها كانت معايا انا. اللي صار هو لحظه اللي انا حسيت اللي هو ما عادش عنده طموح وانتهى طموحه وهو ما عادش باش يقدم، انسحبت من حياته، لاني انا ما نحبش الشخص اللي حبيته وبنيت عليه الامل الكل وخليت احلامي الكل ورا ظهري باش هو يحقق احلامه. الرفيه معناها نرى فيه
يضيع قدام عيني. مهمتك مش متخليش يضيع. أنا ودارهم والناس كل عملنا مجهود كبير كبير معاه، لكن هو أسر إصرارا. قلت بلكشي آية بلكشي كي نبعد أنا يقدم يا أخي. أبارامون حتى الناس المحيطين به زادوا شجعوه وزادوا خليه يمشي في الثنية اللي أنا رفضتها واخترت أني نبعد ولا نشوفها. شو نوع الطلاق اللي كان مع سليم دمغ؟ طلاق إنشاء؟ إنشاء إنشاء إنشاء؟ شكون طلبت طلاق؟ أنا طلبت طلاق. أنت طلبت طلاق؟ أنا طلبت. عن مضى الحقيقة ما كنتش فرحانة بروحي اللي أنا باش نطلق سليم، أما ما عنديش خيار آخر. رفضت برشا عروض من تلفزيات عربية من بينهم الام بي سي. إي صحيحة المعلومة هذه؟ صحيحة. إي السبب أنك ما تحبش تبعد على العائلة؟ ما أنا خفت، ما فهمتش الحكاية في الأول، الساعة كانت غامضة. معناتها اللي الام بي سي أصحابها خليجيين وباش نعيش في لندرا، ويعني كي شفت العقد خفت شوية، قلت كي تصير لي حاجة ما غمرتش. ندمت؟ اي ندمت؟ اي من بعد ندمت كي شفت اللي الام بي سي اخي فيها مذيعات محترمات وخدموا في كنف الاحترام ولو نجمات كبار ايش نقول لك، انا صغيرة راهو انا نحكي لك الحكاية هذه عمري 25 سنة. بيا ما فما خوف، امي خافت قالت لي عايش بنتي شكون يعرف ليه وفك علينا. فك علينا ما رضاء الله الا برضاء الوالدين. ربي فضلك الوالدين. عايشك بيا. لو نرجع عايشك. لو نرجع بيك بالوقت للطفولة، عشت طفولة باهية؟ لا لا لا. طفولتك مش باهية؟ لا. لعبت؟ شنو لعبت؟ ما نعرف كيف نلعب. باش نلعبوا مع بعضنا ألعاب الطفولة، بيا جونيور. نقدم لك ياسمين. ياسمين. نقدم لك سيرين. نقدم لك ريميس. محليك يا رموز مبني. تعرفوها بيا؟ إي. تبعوها؟ تعجبكم؟ ها؟ أيه. قولوا الحقيقة. الحقيقة. أيه. والله. شو أكثر حاجة تعجبك في بيا؟ تعجبني في تيك توك. في التيك توك. تيك توك. شو أكثر حاجة تعجبك في بيا؟ كل شيء. أكثر حاجة. تعرف تمثل بالقداء. تعرف تمثل بالقداء. ريميس. أكثر حاجة تعجبك في بيا؟ أنت يا أخي تعرفني. منين تعرفني أنت؟ تلفز. تلفز. أكثر حاجة تعجبك فيها؟ الكل. الكل. حتى كي تعارك تعجبك؟ سختو. باه نلعبوا كاريه؟ باه. باه. كاريه؟ تتذكر الكاريه ولا لا؟ اي كومون. لعبتوا؟ برشا. شنو هو الكاريه؟ فسر لنا. اي وريهم. بعد نرجع. اي شنعمل كيفها؟ باهي باهي بالبسط. بالتنجيز. كيف بدها حلوه؟ مش تعلمني انا الكاريه؟ ها نعاود لك. هاي صافي صافي صافي. هاي سافا. هاي تو باش نتعداو للكورده. هاي باي. هاي الكورده صعيبه. هاي نبداو؟ هاي ما بعثكم ها؟ شكون؟ لا انا نحب نشوف لي با كيفاش بتعملها. هاي وريها ديمونستراسيون. زوزه. باهي برشا عليك زوزه. بساق بساق. عندي 30 سنه ما عملتهاش العمليه. اوه. هاي ما بعثكم هاي نعملوا بساق وبعد نعملوا بالزوز. هاي شنو بساق؟ بساق بساق بساق. هاي واحد اثنين ثلاثه. ربحتك بيا توقف لي بالزوز. بالزوز اه. شوي عليا بشوية ياسمين. جبنا ريميس. باهي. اجا ريميس. اجا ريميس اي. لا 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 ريميس تعملوا الدونس احنا توا. دونس. سيدي اي. ريميس قبل ما نحطوا الموسيقى قدم روحك لبيا، قولها انت شكونك؟ اسمي ريميس. اسمي ريميس.
نحب برشا الدانس. اه؟ تقرا ولا لا؟ اكثر حاجه نحب قرايتي وبعد الدانس. القرايه الاولى من بعد الدانس. وين تقراتي؟ فين هو قسم؟ قسم الياسمين. قسم الياسمين. ما فيه انه الاول ثاني ثالث مازال ما دخلتش ثاني. قداش عمرك ريماس؟ سبع سنين. باهي نبدا بالموسيقى. اعطونا الموسيقى. En sudor, los bikinis te quedan mejor. Tú eres mi amor, mol, mol, mol. Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco. Tú le das trabajo, mami, con mucho sacoco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco. Dale, dale, baila lo loco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco. Mano arriba, el que es real. كارك جبتها لي قبل بشهر نتريني معاها. شو قولك فيهم يا جيل متعتاو؟ ما شاء الله حوتة 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 ما شاء الله. ياسمين سيري لي شو يعطيكم الصحة. محليكم برافو لي فيه. برافو فرحان برشا اللي ريتكم اليوم. حطينا ونورتونا. كانت هذه بيا جونيور. بيا سئلتي عن زميلك على الشابي. اي فعطيت رايك. اي وعملت نصيحه لعلاء انه يبعد على البرامج الاجتماعيه. أي نعم. أي. واتهمته بعدم الصدق. اي هل اليوم تعتبر روحك تسرعت؟ لا لا لا. عندما طلبت من زميل ليك انه ينسحب من البرامج الاجتماعي. من هي بيا الزردي؟ بيا الزردي. بيا الزردي. وأنا حرة. أنا سألتني جاوبت. سألتني سؤال واضح. قلت لي أنت في بلاصة علي شنو تعمل؟ قلت لك أنا في بلاصة علي ننسحب ومازلت متمسكة برأيي. طبعاً مازلت متمسكة برأيي. أنت مثلاً لو كان سألت لي على مرض علاء نقول لك لا أنا ما نجاوبكش يا هادي برا اسأل الطب. اسأل طبيبه. كان سألتني على مشاكله. بينه وبين زوجته والا علاقته مع زوجته، نقول لك هذه حياته الخاصه انا ما ندخلش فيها، كان سالتي على علاقته مع خوه واللي صاير بينه وبين خوه، نقول العين ما تعلاش على الحاجب، ربي يهديهم وربي يرجعهم لبعضهم، والخوات مهما يكون راهو الدم ما يمشيش كما يقولوا ميه، ترجعوا لبعضهم، كان يكون هذا جوابي، لكن انت سالتني سؤال في صميم العمل نتاع العمل نتاع علي الشابي اللي هو البرامج الاجتماعيه. لكن اليوم انا نشوف علي يكذب اللي يقول فيه خوه بالحجج والبرهان وفما الوقت وفما لا لا وين الحجج؟ لا لا سامحني وفما حجج وفما برهان وفما اعتذارات وفما وفما مراجعات وفما كانك تسرعت بيا. لا 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 ما تسرعتش ومازلت متمسكة برأيي. أنا نشوف اللي اليوم علي الشابي يلزمو يراجع نفسه، يلزمو يعمل وقفة تأمل في اللي يقدم فيه، لأني أنا نشوف اليوم كما قالوا على جوبك قال هذا حست. هذا حست. هذه غيرة. احنا مانيش كيف كيف باش نحس. اش معناتها ماناش كيف كيف؟ ما انت بيا على روحي وانت على شنو معناتها باش نقدم برنامج عندي؟ ما نقول لك انا ولا طم عندي طموح باش نقدم برنامج في قف. انا في قناه الحوار التونسي معناتها والله كان جا واحد زميلك في نفس القناه والا منشط في برنامج اخر نقول لك معناها نقول اي والله يا بالك شيء. ثم اسمعني اسمعني ثم اشياء منطقيه متفق عليها الناس الكل اللي مش ممكن فاقد الشيء لا يعطيه. انت اليوم بأنا منطق باش تحكي مع عليك اللي باش يجوك لبرنامجك. لو كان تركت الزمن باش تنجلي الحقيقه. جستمون انا شنو اللي طلبت من علي الشابي؟
طلبت منه توضيح، تمنت معناتها طلبت منه باش يبرئ روحه اذا كانوا حتى شوف سامحني انت يبرئ روحه يبرئ روحه هو هو كانك انت حطيت روحك في مقام القاضي ويلا برئ روحك. لا 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 ما حطيتش روحي في مقام القاضي، هو قاعد موجود على شبكات التواصل الاجتماعي، موجود بالستوري وقاعد يدفع على روحه وقاعد يتكلم وقاعد يعبر، لكن مش كافي. شوف طرق أخرى كيفاش توضح للناس وتوريهم اللي أنت التهم هذه الكلها بريء منها، ما فيها حد شيء. تعمل في البوز قيل عنك؟ لا لا ما نعملش البوز ومش مستحقة البوز، فهمت؟ ومش مستحقة تحير في اسمك. اسمي لا 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 لا، أنا تسألت جاوبت بأمانة وبصراحة ماكش نادمة ومن قلبي، لأني أنا اليوم نشوف اللي الشعب الباهي الطيب اللي صدقك وأمنك يا أخويا أقل أبسط شيء، يعني أول شيء ساعة تعتذر له على اللي صار الكل. كيفاش تعتذر؟ العبيد عاشت. لا استنى استنى، قالوا كيفاش بيا كيفاش تطلب انه يعتذر؟ بيسوا العبيد ما انت تلبس فيه في تهمه. ليه عليها تلبس فيه في تهمه وتطلب منه الاعتذار؟ انت تلبس فيه في تهمه ليه بيا؟ شو تقولوا يعتذر؟ ما هو قبل الاعتذار مساج انا اذا كان جيت يعتذر على شنو؟ اذا كان شوف ايش نقول لك، اذا كان انا مثلا سببت قلق وحيره للعبيد وخليتهم معناها على اعصابهم، خاطر راهو توانسة عاشت فترة طويلة وما زالت على اعصابها في جرة الحكاية هذه، والله نقول مسامحوني اللي سببت لكم في القلق وقت اللي أنا المفروض من موقعي نرتح لكم بالكم وديما معناها يعطيهم في ديزونت بوزيتيف مش نيجاتيف. اليوم معناتها ما يسالش ما فيها شيء، راهو كي نعتذروا مش تقليل من قيمتنا اول شيء، ثاني شيء اي خويا انت قاعد تهبط في الستوري ولي فيديو وتحكي مع اخوك وتتطاول على اخوك، ما يسالش هبط دي فيديو دي ستوري وري للناس بالحجه والدليل اللي انت بريء من هالاتهامات. مش مطالب وماذا بينا نقل؟ مطالب مش مطالب مطالب ولا الحقيقة ماهيش عندك ولا عندي ولا عند علي عنده ولا هو عنده هو الحقيقة، هو يعرف، هو يقول أنا بريء. هو بريء أكهو مال، هو بريء أوكي أكهو بيا حتى قيل أنت، حتى أنت عندك دوسيات، حتى أنت عندك فضائح، حتى أنت عندك ملفات. أنا عندي فضائح لطف علي، ما عنديش فضائح، أنا عندي فضائح لطف يا لطيف. أشهر فضيحة مثلا البيا مش مثلا؟ فضيحة من فضلك ما نسمح لكش تقولي فضيحة. أشهر كذبة، أشهر كذبة أنك كنت على علاقة مع ابن علي. أشهر كذبة مش فضيحة، هذه كذبة، هذه الناس متحيلين، ناس كذبة، ناس تكذب على أعراض الناس وأنا دفعت على نفسي علاش أنا اليوم نطالب باش بحد يدفع؟ نحب اللي يدفع على نفسه، نحب اللي يوري للناس اللي مش صحيح كذب. بررت ووريت وبرهنت معناتها اللي أنا مش صحيحة، اللي هذه كذبة علي مش صحيح، وموجود بالصورة وبالصوت للشخص بيدو اللي قال مع سمير الوافي ثم مذيعة ولا منشطة ولا شنو اللي قال دخلت القصر وفي وقت اللي ليلى بن علي مسافرة دكاغ، فما عبيد في الأول سامة اسمي ما كانش مطروح في الاول في التهم، من بعد كي ظهرت انا في امور جديه شنو عملوا لها بيزردي باش نشوه لها صورتها، هنقولوا يقصد فيها هي، وخرج السيد هذايا من قبل وقال في اذاعه قال اختنا بيا خاتيه مانيش نحكي عليها هي بالكل بالكل، وموجود الانترفيو نتاعو على الصفحه نتاعي. سامي الوافي تعدى في برنامج مش لازم نقول مع شكون المناشط والا القناه كل واحد ثم ربي حسيبه، وقال لي انا خاتيني، وقال سيف ترابلسي قال اسم امراه اخرى ماهيش بيا وماهيش مريم بالحسين وماهيش عفاف الغربي، ولكن ربي يهديه المنشط نحى الانترفونسيون تاع سمير الوافي الكل، وسمير الوافي اللي قال لي قال لي راهو الله غالب تحذف الكل اللي قلته عليك انت من البرنامج، امسحها فيا ان شاء الله المره الجايه.
مش مشكلة عند ربي خير، ولكن أنا دفعت على روحي، عطيت بالحجة والبرهان. إن ساجي با دو بايزار دي ناس في قول روحكم، هل من المنطق ومن المعقول نرجع للتلفزة 2002 ونرجع للإذاعة للمرفق العمومي، نرجع ونترسم في ويتم ترسيمي زادة كان ما تحبش في الـ في الـ في الإذاعة الوطنية، وأنا ليلى بن علي تعرف وتربلسية يعرفوا اللي أنا هي المنشطة ولا المذيعة ولا شكون اللي دخلت القصر اللي عشيقة رجلها هي بايزاردي، وندخل أنا وللتلفزة وعادي ومعزة ومكرمة ولقيت قدري ولقيت مكانتي عادي. بيا عندنا فقرة في البرنامج هزلية كوميدية، أي اسمع حديث قهاوي مع أروى وليد زين. نحبها. عفيف يا عفيفة، شو شكوتي عفيفة اش فما زاد؟ شكون هالستاره اللي مسترويت اللي جاتنا اليوم؟ مسترويت؟ قلت لي ذيك بيا الزردي اشهر من النار على علم في خاوتي، مانيش مصدق. فرحان جات لحضرتك فرحان. برا شوف اش تشرب، في سافي سافي. شكون شوف اش تشرب؟ هي شوف اش تشرب؟ مسكين اسمع انا نقولك تردي لي قضيه ومن بعد ردتني تشرب وتمحاكم ودنيا. لا 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 انا لا عندي فلوس نتاع محامين ولا عندي سقين انا نتاع مشو جاي على المحك. امشي شوف شوف الله لا يدور بها حبايب. لا يا ولدي انا ما ندرش به. هاك خذي برا مدام. مرحبا. عايش بيانفوني. ميرسي شرفتني في قهوتي. عايش مانيش مصدق. صدق صدق. نشربوك حاجه؟ اي بيان سور. كيس حليب يزيد. نشربوك حاجه مدام؟ اي اي شربوني حاجه. شنو تحب؟ كيما قلت لك الفرزازو كاس حليب لايا وكاس حليب ليا. عادي اوكي كاس حليب. شبي نعم انا مشحها. نعم مشحها معناها مشحها؟ ليه ليه مشحها معناها طلعت سجاعة علخ كانش في بالباب. سجاعة؟ ايه عليها سجاعة؟ شني؟ يا اخي خارجة في الكورونا تعم في قهوة ما خافتش على روحها؟ يا عتشبيه شنو المشكل؟ شني عتشبيه شنو المشكل؟ لا لا عتشبيه شنو المشكل؟ يا ولدي في الأخبار قالك الصغار يخرجوا من سجاعة، أما جماعة 60 و70 هذوك ما يخرجوا، يقعدوا في الدار. اسكت اسكت يا بنتي. دور الحكاية بيني وبينك هي ما سمعتنيش. يا بنتي شبيك يا بنتي المرأة راهي ترانكوشة. يا ولدي راهي مخسوشة. سامحني مدام سامحني بالله اغزر بالله اغزر المرأة محليها وقاعد كيل كلاس. تي اتيام ولا انا في ماني فيه يا بنتي معناتها كيل كلاس معناها المرأة أنيقة تعرف تلبس. مش وحدها. فما شكون يأنق فيها؟ شكون؟ شني؟ شكون؟ عندها سكليست أوديميست. هاي أنا نقول لك نعرف. ستيليست موديليست نقولوا. هذاك هو. هي ولات تفهم في الكلاس. الكلاس تاع الماستر. اسمعني عزيزتي إجا نقول لك حاجة. تفضل. أنا نتأنق. ونتألق. وأنتِ تتقلق؟ أنا لا. لا لا شو اسمعني. أنتِ وكان تتقلق اتفلق. اما نقول لك حاجه ها من غير ما تشلق. ليه ما تشلقش؟ انا نشلق ولا نشلقها؟ كلاشيتني كلاشيتني سي هبطت فيا تو سي ما خليت لك ما تعلق. اسمعني اسمعني المراه برجوليه تعجبني ياسر عندها ايجين دو في. يا لطيف. شنو هو يا لطيف؟ اي كي مشيت للطبيب حلق لي اش قال لي؟ يا بنتي يا بنتي يا ما طبيب. والله كانت خايبه كيك راني ما كلمتهاش من يا بنتي ايجين دو في معناها المراه تعمل سبور مليح، ترقد مليح، تاكل مليح. وتنفخ مليح، وتفش مليح، وتقول لي ليه زاد هذا؟ اي نعرف هذا عشر ترى. اسمعني عايشة وكان تظهر انت اكبر مني مش ذنبي راه. هم ندم ندمش كبديت. مدام لو ما تكلمش خير مدام بصراحة محلك في التيك توك خرج عليك ياسر. يا عايش وهي ما كان ما جاتش تيك توك باش تعملها العام. اسكت 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 يا بنتي اسكت يا مرأة مشهورة مشهورة بشاه ربي باش مشهور اللي يذكر اسمها نهار كله هي ترد باش مشهور كيف ما حسبت. شنو ترد؟ فاش وين ترد؟ ادخل على الايتيب اكتب بايزا على شنو ندخل؟ على الايتيب تخرج لك بايا زردي ترد علي بايا زردي ترد علي بايا زردي ترد ردت عليهم الناس كلها خليت حتى حد هاي يستاهل 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 علاش يستاهل؟ هاي نعم يستاهل يرسلها ماضي بارك الله عليه
هذيك خاطر شخصيتها قويه لا فورت بيرسوناليتي. انا واش تعرف عرفت الجمال هذا سكي اتوك تهيج عليك كي تسيب عليك الحمله نتاعها تطلع شي معناها. الو استاذ اهلا بيك استاذ اسمعني عندي قضيه وكالعاده مربوحه المره ذي. تسكي بيا يا عرفي ريت جرير ريت جر علاش ما يستدعوهاش في البلايص خاطر ما تخلي يا ميمتي قاوتي بتسكر يا مدام سامحنا بجاه ربي يا مدام سامح يا مدام بجاه ربي سامحني يا ربي قلت يا مدام بجاه ربي وتحلي اسمه وتحلي اسمه وتحلي اسمه. الو شرطه البلديه راني حالمي غير رخصه ايش سكروا هنا القهوه اخرج عليا البرد اخرج عليا البرد اخرج عليا البرد بيا الكلام اللي سمعته يتقال انت في العاده في القهوه كي تسمعوا كيفاش تتعامل معاه؟ لا مستحيل نسمع هيك في القهوه بالحق؟ لا لا بالعكس 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 نسمع كل الكلام الباهي ونسمع كل الناس اللي تحترمني وتقدرني وتحبني برشا برشا والحمد لله يا ربي وان شاء الله نكون في المستوى وان شاء الله ديما نكون كيما ونقعد كيما انا صريحه ونقول كان اللي نحس به ونشعر به كيما في الكواليس كما قدام الكاميرا هذيك بيا راه وما تتبدلش. بيا نشكرك برشا برشا يعطيك الصحه ديما منوره. يعطيكم الصحه عايش. كل برنامج تكون موجوده فيه الا وتعطي الاضافه. شكرا لك. نشكرك برشا بيا. كلمه الختام خليها لك. نحب نكون ميرسي الماجوريل على الروبا المزيانه وكالعاده ميزون كريم بن عزوز ميزون بوتي وبيجو حبيبه جولري. ميرسي ليكم عايشكم. بيا زدي شكرا لك. كهربة تمشي كهربة تجي كهربتنا دونك فانك اس 50 على ذمتكم كهربة سومها 49 مليون و900 تنجموا تربحوها انتم اللي تفرجوا فينا توا ساهل برشا خذ تليفونك ابعث حرف ا على الرقم 85 810 ا على الرقم 85 810 حظ سعيد للجميع.